وللحديث عن تداعيات خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار على المجتمع والاقتصاد العراقي وفرص التحسين مع ارتفاع أسعار النفط ومردوده على الخزينة، معنا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بك معنا دكتورة هداب. أهلا بكم. أهلا بك دكتورة. يعني كان الهدف، هدف البنك المركزي في العراق، خفض التضخم الحاصل مع خفض قيمة صرف الدينار. لماذا حدث العكس بعد عام من القرار برأيك؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ عبد الرحمن وعلى السادة المشاهدين. يعني نحن الآن أمام تراكم في مجمل العملية المالية والنقدية في العراق، جمود مالي واقتصادي. يعني هذا تم التنويه عليه منذ عامين عندما تم تغيير سعر الصرف، وبالتالي يعني لدينا علم في ان تخفيض العمله هي ليست الاداه النقديه الصحيحه والناجعه في مثل هكذا الظروف التي كان فيها العراق ولا زال فيها. وبالتالي كل الامور التي نحن بصددها تؤكد وتقبل الفرضيه العلميه على ان هنالك علاقة طردية ما بين يعني سعر الصرف، تخفيض سعر الصرف، وبالتالي حدوث التضخم والمشاكل الاقتصادية الأخرى. وهذا الشيء كان يجب أن يكون واضحا أمام واضعي السياسة النقدية في العراق. يعني هنالك أشياء منطقية لا جدل فيها، وبالتالي متعارف عليها علميا واقتصاديا. تم اتخاذ هذه الخطوات، ولكن هذه الخطوات كانت يعني ليست في محلها. نحن بلد لا ينتج، بالتالي أصبح لدينا معروض نقدي كبير مقابل لا وجود لإنتاج سلعي، وبالتالي أكيد هذا أدى إلى ارتفاع في الأسعار. وبما أن العراق يستورد السلع من الخارج، فبالتالي سترتفع الكلفة بسبب تخفيض قيمة العملة. فكان هذا كبير الذي وقع على عاتق السياسة الاقتصادية بشكل عام وبشكل خاص على المواطن العراقي. نعم نعم، يعني هذه القرارات بما أنها أتت بعكسها، يعني أو لم تؤتي أكلها إن صح التعبير، إذن بناء على ماذا تم اتخاذها؟ يعني بناء على اتخذت كما نعلم على الورقة البيضاء، وبالتالي هي جزء من سياسة نقدية قد طلب منهم في العراق من صندوق النقد الدولي أن يقوم في أو يتخذ مثل هذه القرارات، شيء على اساس يعني يعمل على تخفيض من الديون وعوائد والعوائد والى يعني الفوائد على الديون والى اخره، كي تصبح الامور افضل. وقد اشيع انه قد يؤدي الى زياده في مجمل الاحتياطات الاجنبيه، وطبعا هذا الشيء غير موجود، يعني لا علاقه بين هذين الشيئين، وانما كانت الامور قد صارت بالشكل التالي: ارتفعت اسعار النفط، وبالتالي ادى الى زياده على سبيل المثال في العمله الاجنبيه. اتخذ هذا القرار لسوء الاداره، وبالتالي لعدم معرفه نتائجها. يعني عندما يتم اتخاذ قرار يجب معرفه على المدى البعيد كيف ستكون الامور. نحن الان سنتين منذ هذا القرار، وبالتالي لم نحصل على اي فائده موجبه او صحيحه بالنسبه للمواطن العراقي، وهذا ما يهمنا بالدرجه الاساس. بالعكس يعني ساءت حالته، وبالتالي يشار الى انه كل زياده في اسعار، وانتم ذكرتم في تقريركم كل زياده في الاسعار بمجملها قد تصل الى 20%، وهذا ما مر في العراق في خلال هاتين السنتين الماضيتين، ادى او يؤدي الى استنزاف دخل الفرد باكمله، وخاصه لذوي الدرجات من الموظفين اللي هم البسطاء في العمل الوظيفي، وبالتالي هؤلاء هم الشريحه الاكثر يعني تاثرا بهذا. نعم، يعني الحكومه قالت ان الهدف من خفض سعر صرف الدينار هو الاصلاح الاقتصادي والنهوض بالطبقات الفقيرة وفقا لتقديراتكم. الآن ما هي خيارات الحكومة بعد يعني ثبوت فشلها في هذه السياسة؟ يعني خيارات الحكومة قد تبدو واضحة، أنه يعني نقطة أساسية مهمة، لا يمكن الرجوع على هذا القرار في هذه الفترة القصيرة. يعني إذا كانت هنالك مطالبات من قبل بعض الجهات وخاصة البرلمان أو جهات أخرى بأن يرجع أو يعود سعر الصرف إلى ما هو عليه، هذا الشيء حاليا لا يمكن القيام به.
يعني بمعنى نحن سنبقى في هذا السعر الصرف، وبالتالي يجب على الدولة أن تفكر في برامج حماية اجتماعية خاصة للشرائح الفقيرة جدا، وأن تفكر في البطاقة التموينية لأن هنالك تخفيض بنسبة كبيرة بالنسبة لمجمل الشرائح للمجتمع العراقي، وبالتالي هم لا يحصلون عليها كما كان في السابق. إذا الخطوة التي يجب أن تعمل على اتخاذها الدولة كان طبعا يعني احنا اعتمادنا الأساسي على النفط، وبالتالي هنا أصبحت العملية غير مجدية. كان يجب أن تفكر أيضا في هاتين السنتين أن تفكر في زيادة الإنتاج السلعي أو الزراعي، يعني بحيث أن يكون هنالك شيء مقابل شيء يعني مادي مقابل تخفيض قيمة العملة، لكانت الأمور قد سارت بنحو أفضل. هنالك اليابان عمل على تخفيض قيمة العملة، ولكن كلنا نعلم كيف استطاع أن يعمل على حل مشكلاته النقدية، وبالتالي استطاع أن يحافظ على مركزه العالمي في مجمل العملية التجارية العالمية. لكن نحن ليس لدينا هذه القابليات، وبالتالي تراجعت الأمور بالنسبة لنا، ويعني مجمل هذه السياسات الاقتصادية النقدية التي تم اتخاذها غير صحيح، والبقاء عليها سوف لن أيضا يزيد طيب. نفعا، ولكن إنها سيزيد المشكلة أكثر. دكتورة هداب، يعني هناك ارتفاع بأسعار النفط وأيضا وفرة بالعملة الأجنبية، كيف يمكن الاستفادة من هذه النواحي؟ أيضا يجب أن نفكر، يعني إحنا يعني تمام هنالك زيادة في أسعار النفط وفي العملة الأجنبية، ولكن هنالك لدينا إنفاق كبير جدا، وبالتالي إذا رجعنا إلى الحساب الجاري و يعني ككل في ميزان المدفوعات، وبالتالي كيف يعني هو حالة في هذا الوقت عن في هذه السنة 2022 كيف سيتوقع، هل في زيادة أم بالنقصان؟ لا يوجد هنالك اختلاف على الرغم من ارتفاع سعر النفط، بل يوجد لا زال هنالك نموا سالدا. إذا لدينا مشكلة أيضا في مجمل العمليات التي احنا بصددها، لأننا يعني كما نعلم جميعا أننا لا زلنا نعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، وبالتالي يعني كل هذه الامور سوف لن يتم حلها ما دام ان يبقى ما دام ان يبقى الاقتصاد بهذا الشكل جامدا وليس له اي حركه الا ان يفعل حتى يستطيع ان يتم تحقيق الخطوات المرجوه من تخفيض قيمه العمله في هذه الفتره. نعم دكتوره هداب، سريعا لو سمحتي لي، يعني كيف يمكن تفسير ارتفاع سعر الدينار العراقي خلال اليومين الماضيين، وإلى أي مدى تتحمل الحكومة مسؤولية ما يجري في ظل عدم تنظيمها مزاد العملة؟ نعم، أحسنت، أشكرك على السؤال. بالتأكيد أنه زيادة هذا السعر، لأنه إحنا يوجد لدينا ميكانيكية غير صحيحة الآن. لدينا مشكلة هي مشكلة سوق العملة من جهة، والمضاربة بها من جهة أخرى، وبالتالي هذه تؤدي لعدم استقرارية حتى يعني الدينار، لأن هنالك من يحاول أن يعمل على شرائه بالشكل من عندما كان منخفضا، وبالتالي يستفاد منه في وقت آخر، وهذه المضاربة تكون هي مضاربة غير صحيحة، هي التي أدت إلى هذه الاختلالات والاختلافات التي نحن بصددها الآن. إضافة إلى يعني النفط وتغير أسعاره، أكيد يعني سيؤدي أيضا إلى تغيير في مجمل الدينار العراقي، ولكن هذه العملية أيضا قد تكون مرحلية وليس يعني ستبقى لفترة طويلة، وبالتالي ستعود الأمور إلى حالها، وقد تصبح أكثر سوءا مما هي عليه في الوقت الحاضر. نعم، إذا كنت ضيفتنا عبر الهاتف من عمان، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.